الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. مش نبدأ التشجير الصلاة يعني ليه؟ أقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تشجير لأهم المسائل الفقهية في باب الصلاة على على مذهب السادة المالكية، اعتمدت فيه أساسا على الكتب المشهورة التالية. على المذهب المالكي، واعتمد على الكتب المشهورة في المذهب المالكي، مش يسميها التو. الحبل المتين على متن المرشد المعين. الحبل المتين متن ابن عاشر على الضروري من علوم الدين. نعم. والشرح الصغير على أقرب المسالك للإمام الدردير. وأقرب المسالك للإمام الدردير، كل هذا في المذهب المالكي. نعم. والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني شرح الكواكب الدواني، يعني من ثلاثة كتب يعني مشهورة، هو خلاصة بتاع ثلاثة كتب مشهورة. نعم. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل. مختصر خليل زاد هذا يعني مختصر مشهور، يعني قلت سيدي خليل. وأوصي كل من يرغب في الاستفادة من هذا العمل. قال ونوصي كل من يحب يستفيد من العمل، شنو هي الوصية ترى؟ أن يبدأ بدراسة علم الفقه ويفهم مسائله بالتلقي المباشر عن أحد الشيوخ المختصين. بالتلقي المباشر عن أحد الشيوخ، ماذا بيه تو مش يقرأ الكتاب هذا، ما يقرأش مباشرة، ألم يكون قرأ نصيب من الفقه على شيخ من المشايخ باش يفهم الأمور يعني فهم جيد. على أحد الشيوخ المختصين في هذا العلم قبل الرجوع إلى التشجير. ولا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر أساتذتي الذين درست عندهم على الفقه علم الفقه، ومنهم والدي الشيخ عبد الرزاق إبراهيم ابن سالم الغماري حفظه الله، الذي تفضل بمراجعة هذا الكتاب. وكذلك لا أنسى التوجه بالشكر الموصول لزوجتي آمال بنت رضا يعقوب. زوجته آمال هي اللي تعاون فيها على الطباعة وكل شيء، يعني هو يحضر له ويتطبع. الله يبارك. والتي ساهمت بصفة كبيرة في إعداد التشجيرات والتصميم الإلكتروني للكتاب وإخراجه للطباعة، خاصة وأنني كنت أعددت هذا الكتاب وأنا متواجد خارج البلاد التونسية. وقت كان في الكونغو حضر. وأرجو من كل من اطلع على هذا الكتاب ووجد أخطاء أن ينبهني عليها، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. وهذا من التواضع، يعني كل واحد من أهل العلم يقول يمكن وجدت أخطاء نبهوني عليها، لأن الإنسان يمكن يخطئ. وأن ينفع به من أراد من المسلمين. وإن شاء الله ربي ينفع به كل من يحب النفع. الفقير إلى رحمة ربه محمد هشام بن إبراهيم الغماري. كنشاسا في جمادى الأولى 1442 هجري، جانفي 2021 ميلادي. جانفي 2021 في الوقت بتاع التشجير يعني. شنو تو؟ تشجيع شروط الصلاة. شروط الصلاة، تو مش نبداو بشروط الصلاة، ديما وقت مش تحدثوا على الصلاة نبداو بشروطها. شنو الفرق؟ مش ناخذ شنو الفرق بين الشرط والركن أو الفرض؟ قال الشرط هو اللي يسبق الناهية، يسبق الصلاة، أنك ما تدخل في الصلاة إلا بتحصل شروطها. هي فرائض لا محالة، لكن ما نسميوش فرائض، نسميوه شروط. والفرائض اللي هي في وسط الصلاة هذه كتسمى فرائض والأركان، كما مثلا تكبيرة الأحرام، كما مثلا الركوع، مثلا قراية الفاتحة، السجود، هذه كفرائض في وسط الصلاة، هذه كتسمى نجم نسميها فرائض ولا واجبات ولا أركان. بينما الواجبات اللي تسبق الصلاة قبل ما ننوي ونعمل تكبيرة الأحرام، فما فرائض تسبق، كل فرائض تسمى شروط. الشرط هو مكان خارج الماهية، والفرض أو الركن أو الواجب مكان داخل الماهية. به شرط وجوب البلوغ. به فما شروط أنواع، فما شروط تسمى شروط وجوب، فما شروط تسمى شروط صحة، وفما شروط مخلطة مع بعضها، نقول شروط وجوب وصحة. به مش نبدأ بشرط الوجوب. شنو شرط الوجوب؟ هو البلوغ.
يعني متين تجب بالصلاة؟ تجب على البالغ. قال ميزان ما بلغش تصح منه، مش ما تصحش، لكن ميزات مش واجب عليه. ما نقولوش حرام عليه إذا ما صليش هو ميزان صغير، لا مش حرام عليه، لكن نهار اللي يبلغ وما يصليش يولي حرام عليه، يولي كل فريضة يتركها مش يتحاسب عليها. أما إذا كان هو ميزان صغير دون البلوغ تصح منه صلاته ولا تصح؟ تصح، خاطر يؤجر عليها ويثاب عليها إن شاء الله حتى عمره 5 سنين ولا 6 سنين يؤدي الصلاة يثاب عليه كما الكبير. لكن إذا ترك الصلاة هو دون البلوغ ما يتعاقبش عليها، هذا الفرق. هكا علاش نقولوا البلوغ شرط وجوب، يعني وقت اللي يبلغ تولي واجب عليه الصلاة، ما نقولوش شرط صحة، لأنه كان نقولوا شرط صحة نقولوا ما تصحش عليه دون البلوغ، يقولوا أحلى صح منه صلاة دون البلوغ. ولهذا ما نقولوش البلوغ شرط صحة، نقولوا شرط وجوب، يعني البلوغ هو شرط لوجوب الصلاة، يعني ما تجب عليه إلا عند البلوغ. باهي باهي سيدي. البلوغ بالنسبة للمرأة ما فيش كلام، إذا حاضت هذيك بلغت، ساهل البلوغ بالنسبة للمرأة ما فيش اختلاف. بالنسبة للرجل يعني يكون البلوغ بالاحتلام، إذا كان كان صغير مثلا قام من النوم مرة ولقى المني يخرج منه نقول أنت بلغت، هذاك الاحتلام. وإلا فما يعني انبت شعر اللحية أو الإبطين أو العانة، إذا كان انبت له شعر في بقعة من البقاع فهذا يسمى بلغ. وإذا كان ما ظهرتلوش حتى علامة، قال شنو هو أكثر سن نتاع البلوغ؟ هو سن 18. كل ذكر وصل 18 عام يعتبر بالغ ولو ما ظهرش منه حتى علامة من علامة البلوغ، خاطر يكون مريض وضعيف وكذا، لكن وصل سن 18، إذا وصل سن 18 يعتبر روحه بالغ. بينما المرأة تنجم تبلغ عمرها 12، برشا تو يبلغوا النساء وعمرها 12، فما حتى 13 14، يعني يختلفوا، لكن علامة البلوغ بالنسبة للمرأة ظاهرة إذا حاضت بلغت يعني. باهي على شروط الصحة. أيوة تو مش تحدث على شروط صحة الصلاة. استقبال القبلة. فما استقبال القبلة مع الذكر والقدرة. استنى عنا استقبال القبلة وعنا ستر العورة. ستر العورة. وعنا شنو آخر؟ طهارة الخبث. وعنا طهارة الحدث وطهارة الخبث. وعنا الإسلام زاد. علاش؟ لأن حتى عمل ما يصح من غير إسلام. لو مثلا الواحد اخذ امراه اجنبيه اخذ فرنسويه مثلا، هي تعجبها الصلاه تصلي معاه، ويعجبها الوضوء تتوضا معاه، ويعجبها الصيام تصوم معاه رمضان، لكن هي مازال تدخلش في الاسلام، يصحش حتى عمل من اعمالها ما يصحش. كل عمل لابد فيه من الاسلام، يعني اي عمل مش تقرب به الى الله وانت مكش مسلمه يعني ما يتقبلش. الشرط الاول هو الاسلام، يعني ربي سبحانه وتعالى ما يقبلش من غير المسلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثلا ساعات يبدأ هو غير مسلم والدنيا عباه بالخير، كما طباب بلا حدود مثلا، وتلقى مثلا عنده عطف على الفقراء والمساكين ويبني لهم ويقري لهم صغارهم وكذا، كما كالمسيحيين اللي تاع التبشير كما يقولوا، يمشيوا لافريقيا يمشيوا لاسيا يبنيوا المدارس وكذا ويعملوا كل شيء. قال هكا العمل اللي يعملوه ما يضيحوا لهمش ربي يعني جزيه عليه في الدنيا، اما في الاخره ما عنده حتى جزاء، ما عنده جزاء في الاخره على العمل الخيريه الا ما يكون مسلم. يعني علاش؟ خاطر المسلم عنده ايمان باليوم الاخر، هو وقت يعمل العمل عنده رجاء باش ربي يثيبه نهار اخر. لكن غير المسلم عنده رجاء في اليوم الاخر، هو بعد وكان جا عنده رجاء في اليوم الاخر هو اسلم، هو ما دام اسلمش هو يعمل الدنيا فقط، يعني يعمل باش يقول لك للانسانيه العمل هذا نعمله للانسان، ما يقولش نعمله لله، يقول للانسانيه. وساعات كيف هذا عمل الا ما عملوش غيره يحطوه في كتاب جنس الأرقام القياسية، واللي يعملوا تمثال ويعملوا له شهرة واللي مشهور في العالم وكذا، يقول له ربي سبحانه قال ألا نويت وأنت هك تحصلت عليه، هك تحصلت عليه في الدنيا، أنت ما عملتش عمل لياني ولا ابتغاء وجه الله ولا باش تسعد في الآخرة، هذا كل ما كانش في نيتك. كيفاش أنت تطلب الأجر مني وأنت اليوم هذايا ما كنتش حتى تعتقد فيه؟
وما كنتش نظن الا بعد ما تموت انت مش تحيا. ولهذا ما دام ما عملش العمل لله وربي ما يقبل العمل ليه الا بشرط الاسلام. الم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله من كل قلب، هاك الوقت العمل بتاعه يولي لله خالص، ما فيش رياد ما فيش سمع، هاك الوقت العمل بتاعه يكون مقبول ولي ربي سبحانه وتعالى يثيبه، وكل عمل صالح يعمل يكون صحيح ومقبول ان شاء الله. ولهذا اول شرط ساعه هو الاسلام، ربي ما يقبل صلاه الا من مسلم به. فما اربع شروط اخرى، طهاره الحدث اللي هو كيف يبدا على جنابه يلزم يغتسل، وكيف يبدا على غير جنابه يلزم يتوضا به. هذه تسمى طهاره الحدث. وفما طهاره الخبث الا يعني يلزم بدنه يكون طاهر وثوبه من النجاسة، والبقعة اللي مش يصلي فيها تكون طاهرة من النجاسة. هذا يسمى طهارة الخبث، يعني الخبث هي النجاسة. طهارة الحدث أن يعني أحدث حدثا كبير مش يغتسل، أحدث حدث صغير كما تلقى الريح مثلا مش يتوضأ، هذيك تسمى طهارة الحدث. وطهارة الخبث ما تكون ما يكونش يحمل نجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في البقعة اللي يصلي فيها. وفما شرط أخر، ما نجمش يتوجه لأي بقعة يحب عليها، لابد يتوجه للقبلة، فاستقبال القبلة كذلك شرط في صحة الصلاة. وفما ستر العورة، فالإسلام يحدد عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. إذا توفروا الشروط هذه الكل بعد خلف الصلاة فصلاته صحيحة، لكن الوقت نطلب منه الفرائض متاع الصلاة باش يأديها باش تكون يعني صلاته صحيحة. لكن هالشروط هذية ماش كي بعضها، فما شرط تلقاه واجب مع الذكر والقدرة والعجز والنسيان اللي هو يعني طهارة الحدث. وفما شروط الشروط الثلاثة الأخرين اللي هي استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة يعني طهارة الخبث، واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. نعطيكم مثال، إنسان يحمل نجاسة وجاه وقت الصلاة، ووقت الصلاة ذاق وهو في البقعة كما صحرا مثلا، ما فمش ريحة قطرة ما باش يجي للنجاسة من ثوبه ولا من بدنه، قال شنو تسقط عليه الصلاة ما يصليش؟ لا لا، قال ما تسقطش عليه الصلاة. أما بما أنه مش واجد الماء يسمى عاجز عن إزالة النجاسة، قال ينجم يتيمم هكذا ويصلي بنجاسته هذيك وصلاته صحيحة. علاش؟ لأن ربي أي شرط تبدأ مكش قادر عليه أو مكش واجد باش تعمله فيسقط عليك كالشرط، وتبقى ديما مطالب باش تأدي الصلاة. ولهذا ممكن باش إنسان يصلي صلاة وحامل نجاسة ومع ذلك صلاته صحيحة. علاش؟ بحث على الماء باش يزيلك النجاسة من بقعته ما ينجمش يتحرك. زاد كيف كيف لو كان حتى ثوبه متنجس وبدنه فيه نجاسة، هو قاعد على سرير وسرير فيه نجاسة وكذا، ولا بالحفاظة متاعه إلى غير ذلك، والحفاظة هذيك معبية بالنجاسة، ومع ذلك قال صح صلاته. علاش؟ خاطره عاجز، يعني يولي إزالة النجاسة لطهارة الخبث واجبة مع الذكر باش يزيلها، لابد باش يزيلها، متفكر وقادر مش ناسي ومش عاجز. هذاك ما تصح صلاته ألا ما يزيلها، كان ألا ما يعمل طهارة الخبث يعني إزالتك النجاسة هذه. إذا كان عجز عليها تصح صلاته ولو بها، وإذا كان ما لقاش زاد باش يزيلها تصح صلاته ولو صلى بك النجاسة. هذاك عشان نقولوا طهارة الخبث اللي هو إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وبقعة الصلاة واجب مع الذكر والقدرة، يبدأ قادر على إزالتها ومتفكر زاد، يولي كيف يصلي بها صلى متعمد وهو قادر على إزالتها فصلته لا تصح، لأن كان يقدر على إزالتها ومع ذلك تعمد به، هذاك ما تصح الصلاة. أما اللي يبدأ إما عاجز ولا ناسي، لو نفرض عنده نجاسة هو أي قال تو نحاها، كيف يجي يصلي نساء وصلى لي قال السلام عليكم، وقت اللي قال السلام عليكم تفكر اللي هو صلى وهو يحمل نجاسة فصلاته مبدئيا صحيحة، لأن في أثناء الصلاة كاملة ما تفكرش، وقبل الصلاة ما تفكرش، لا تفكر لا قبل الصلاة لا في أثناء الصلاة، حتى قال السلام عليكم قال صلاته صح، لأن لا حرج على الناس حتى يتذكر، الناسي مرفوع عليه القدم حتى يتذكر، والنايم مرفوع عليه القلم حتى يتذكر، والمغمى عليه أو فاقد العقل مرفوع عليه القدم القلم حتى يرجع له عقله. هذوما الكل يبدأ مرفوع عليهم القلم، يعني ما تكتبش عليهم حتى شيء حتى يتذكر الناسي
أو يقوم النايم أو يعني يرجع لعقله فاقد العقل كيف اللي يجيه الصرع واللي يجيه يعني إغماء وكذا، هذاك في أثناء الشيء هذاك ما يكونش مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. هذا ما معناته إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. نعم، فما السؤال هنا سيدي ولا ما ينجمش حتى يتيمم، ما ينجمش يزي حاجة أعصابه مرحوفة؟ لو نفرضوا يولي مثلا إذا زوجته تيمه لحد يعني كما يقولوا يحط حتى هو يده على الحجرة ويمسح له وجهه ويمسح له ويداته ما يسالش، يعني تيمم يجوز حتى بالنيابة. إذا ما قدرش يولي يدخل في كل أربع أقوال، فما قول للإمام مالك يقول ألا ما لقاش لا الماء باش يتوضا ولا يغتسل ولا 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 التيمم ما لقى فاقد الطهورين، فما لقى تسقط عليه الصلاه، لان الصلاه لا تصح الا بالطهور، هو مش قادر على الطهور فتولي تسقط عليه الصلاه. وفما قالوا لا هو مش قادر على الطهور لكن قادر على الصلاه، ربي طالبه بالشيء اللي قادر عليه ويسقط عليه الشيء اللي مش قادر عليه، يولي يقول تصح صلاته حتى كيكة بلا طهور، يولي هذا استثناء. أنا لو تصح صلاته بلا طهور هو العاجز عن الطهورين أنا. وفما من قال يصلي كاكا ولكن يعاود بعد الصلاة، يصلي كاكا خاطر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ربي سبحانه وتعالى يحبك وقت جاء وقت الصلاة يلقاك، ولهذا تقول يا ربي هاني حاضر هاني صليت لأنك أنت طلبت مني الصلاة جاء الوقت وخايف للوقت يخرج هاني أديت الصلاة، ولكن يعاودها بعد لقول النبي لا تقبل صلاة بغير طهور، يولي هذا من باب الاحتياط من باب الأحوط أن يصلي هكاكا خاطره عاجز ملقاش باش يطهر لا بالماء ولا بالصعيد، ويعاودها على أساس أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهور. يا ربي يعني أنت قلت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت هاني صلي، ويا ربي النبي متاعك قال لا تقبل صلاة بغير طهور هاني عاودتها بالطهور، يا ربي كنت حب تقبل الاولى ولا الثانية، فأمر إلى الله. وفما اللي قالوا لا هاك الوقت ما لأنه غير طاهر لا تصح من الصلاة فلا يصلي، ويقضي فيما بعد وقت اللي يلقى الطهور يلقى إما الماء ولا التيمم هاك الوقت ولا قادر على الصلاة، وما يعاقبوش ربي عليك التأخير لأنك التأخير ما كانش متعمد منه إنما لأن موجودش الطهور. ولهذا الأربع أقوال بين الإمام مالك وتلامذته ثلاثة، من لم يجد ماء ولا متيمم لا لقى ماء ولا لقى حجيرة باش يتيمم ولا لقى شيء باش يتيمم، فأربعة الأقوال يحكينا مذهب يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. يعني شكون اللي قال مالك يصلي؟ ابن القاسم. ابن القاسم قال يصلي كاكا بلاش طهارة، وبعد كيف يوجد الطهارة يقضي كالصلاة، قال كاكا يكون هنا أدى الواجب، كان مطلوب باش يصلي في أول وقت ولو بغير طهارة هنا صليه، كان مطلوب باش ما يصلي إلا بطهارة يقبل ربي منه صلاه بطهارة هنا صليه زاد بالطهارة، عمل الحاجتين. هذا يسمى من باب الأحوط، يعني عمل بجميع الاحتياطات به، وفي الآخر أنا أدى الواجب اللي عليه إما ربي يقبل الأولى ولا الثاني به. وإذا كان يعني والقول الآخر فما قال يقضي كيكا يعني يصلي في الوقت لكن ما يقضيش، قال خاطر فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم عليكم الربا فلا يقبله منكم. قال إذا كنت تصلي صلاة مرة أولى وزيد صلاة مرة ثانية تولي ربا، ربي طالب منك صلاة مرة واحدة وانت عملت اثنين. فما قال لا يصليها كيكا يسقط عليه الحاجة اللي مش قادر عليها وهو الطهارة، ولكن يقعد مطالب بالصلاة ويؤديها حتى بغير طهارة ويقبلها ربي سبحانه وتعالى خاطره عاجز معذور. وفما اللي قال لا ما يصليهاش كيكا خاطر لا تقبل صلاة بغير طهور، لكن وقت اللي يوجد الطهارة يتطهر ويصليها وما عندوش إثم على التأخير خاطر ما أخرش متعمد، أخر للضرورة. سيدي أنا صحيح أنا هو صحيح أي قول تعمل به، من قلد عالما لقي الله سالما، لأن هذوما الأربعة مجتهدين، إمام مالك هو سيدهم يعني كما يقول، وتنجم تعمل بقول إمام مالك علاش؟ خاطر دين يسر، قال لك ما دام مكش أنت مش تدخل المحل ومكش واجد المفتاح حتى حد ما يقول لك إيش بيك ما تدخلش المحل، كل حد مش يعذرك، تقول ما عنديش مفتاح كما تو بكري، ما لقيتكم تستناه.
معذورين كم كنت تستناولهم معذورين خاطر كيف جاء المفتاح ولا وجب الدخول يعني كيف يقول كيف قال الصلاة مفتاح الطهور هيك بين النبي لا تقبلوا صلاة بغير طهور لا تقبلوا صلاة بغير طهور قال يعني هنا عملت مذهب الإمام مالك خاطر لا تقبلوا صلاة بغير طهور والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حتى يروح من الدار هانك مش تقول عملت بالقول اللي يقول يقضي لا يصلي ولكن يقضي وما عليش إثم فيك التأخير ما عليش إثم أثبت في سؤالها سؤالك شنو هي مش يقضي الطهور يروح للدار ويتوضا عادي ويصلي انت وين في البقعة ما لقيتش حتى باش يتمم أما قل لي كيفاش ما لقيتش وين وانت تيم ما لقاش وين تيم ما كانش مثلا سايزينه في حبس وهاك السيلون هذاك ما فيش حتى بقعة وين تيم هذاك يقولوا ولا رابطينه في سجرة مثلا ما لقاش باش تو المربوط ما نجمش يبحث حتى على حجرة ولا شوية تراب باش يتيم هذاك اللي عاجز على الطهورين اما اللي ينجم يلقى ونيتين ما يسمعش ما يخرجش على الوقت هاك الوقت نبدا نمشي في الشارع ونوذن عليه العصر والظهر باش نعمل ذلك ان عاد هنا فما الوقت احنا ما نقولش دابا الاذن هو فال الوقت مهما كان دابش حتى المغرب كيف يذن مازال عندك يجي نص ساعه وقت اختيار هذا هذايا تو الشر انا ناسي وقت الصلاة إنه حامل النجاسة هو في وسط الصلاة تذكر. اسمعوني مليح. إذا شرط من هالشروط تفكروا في أثناء الصلاة، الصلاة تبطل. تفكر في أثناء الصلاة اللي هو مش مقبل القبلة يقطع ويعاود يقبل القبلة ويعاود يجي. تفكر في أثناء الصلاة ولا يحمل النجاسة يقطع ينحيك النجاسة ويعاود صلاته. هذا نتحثوا على ما تفكر كان بعد ما تمم الصلاة. اللي تفكر كان بعد ما تمم الصلاة معذور لكن قولوا إذا كان الوقت مازال ما خرج نحيك النجاسة هذيك ولا يعني ولا ماكش مقبل القبلة يعني تعاود بعد ما تكون أديتك الشرط هذا كي يعني ولهذا اللي تفكر اللي هو ناقص شرط هو يصلي راي تبطل صلاته مش كيف اللي بعد ما تفكر كان بعد ما كمل لا هذا كذي كان عنده مدة ما توضى وبعد وقالوا شك توضى ولا ما توضاش يحسب روحه ما توضاش إذا قالوا شك يحسب روحه كانوا ما عمل شكل عمل يعاود أنا بعد ما كمل الصلي ويسلم ويذكر إلا ثم شرط ما عملوش يعيدها استحبابا يعيد استحبابا إذا الوقت ما خرج أم إذا الوقت خرج ما عليش إعادة ولا ما ذاقش لو نفرض سيدي واحد صلى الصبح لغير قبلة قام مخر هو قريب تزرق السمش توضى سن ومزلوا درجته قريب وصلى صلاته بعد ما سلم جاء واحد قال له راك مش مقبل القبلة كيف صلى في بلاد أخرى مثلا ما يعرفش القبلة وين بالضبط هاك الوقت ما عليش إعادة علاش خاطر الوقت خرج أما لو كان هو الشمس مزات ما زرقتش هو سلم والشمس مزات ما زرقتش وقال راك صليت لغير القبلة يولي يستحب في حقه باش يعاودها لجهة القبلة إذا الوقت مزال به هذا الشرط الأول شنو اللي كنا نتحدثوا فيه شرط الصحة شرط الصحة لكن باش بدينا استقبال القبلة به ما لا استقبال القبلة اسمعوا مليح واجب مع الذكر والقدرة مثلا أنا نعرف القبلة منين ومتفكر اللي يلزمني نتقبل القبلة ومع ذلك عكست ما قبلتش القبلة تصح صلاتي ما تصحش علاش خاطر صليت لغير قبلة متعمد اللي يصلي لغير قبلة متعمد لا تصح الصلاة وخاطر شقال ربي في القرآن في استقبال القبلة شكون يتذكر الآية وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم شطرة هاي شطرة المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ما دامك متذكر وقادر قادر باش تقبل القبلة والقبلة تعرفها منين واجب عليك باش تقبل القبلة وإذا كان يعني القبلة ما تعرفهاش كيف اللي في وسط البحر والدنيا غيم اسحاب ما عندوش حتى علامة يعرف بها القبلة استوات الجهات الكل هاك الوقت فأينما تولوا فثم وجه الله وأينما تولوا فثم وجه الله تصح للنافلة زاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كده راكب يتنفل أينما توجهت به الدابة توجه به الشرقي الغربي الشمال الجنوب يتنفل لكن كيف يجي يصلي الفريضة
يهبط ويتقبل القبلة. تولي هذيك أينما تولوا فثم وجه الله للناس وللإنسان ألا عاجز عن استقبال القبلة أو مش عارف القبلة وين، مش يختار بقعة ويصلي لها، هذيك أينما تولوا فثم وجه الله. أما اللي يبدأ عارف القبلة وين وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ماك تعرف المسجد الحرام منين، تعرف الكعبة منين، لا لابد تقبل لها. ايش معنى شطرة؟ شطرة يعني جهته، مثل توجهت شطر السوق يعني جهة السوق، شطر هنا بمعنى الجهة. به بعد ربي سؤال آخر في استقبال القبلة، إذا كان إنسان هو يصلي وما يعرفش القبلة لكن هو اجتهد بعد هو في وسط الصلاة جي واحد مثلا قالوا له القبلة مش كيكة، مش قلنا مش إذا كان انحراف بسيط بتاع أقل من 45 درجة أوزر مثلا القبلة هكا، هو عمل هكا شوي ولا عمل هكا شوي راح يتصح صلاته. كما تو برشا جوا ما عمهمش مقابلين القبله قط، من جملتهم جمع الغمارين، هذا جمع الغمارين عملوا هكا شويه انحراف. قال لكن لو كان واحد صلى هكا منحرف شويه فصلته صحيحه الانحراف. خاطر علاش عندنا قول ما بين المشرق والمغرب قبله، فما حديث ما بين ما دام كنت ما بين المشرق والمغرب لا قبلت شرقي طول ولا قبلت الغربي طول، لكن عملت هكا ولا هكا ولا هكا الكل صحيح، صحيحه هكا قد قد وصحيحة هكا قطعا. متين يكون صلاة غير صحيحة ألا ما تتوجه لكعبة بالضبط وقت أنت بتشوف فيها. لو واحد في المسجد الحرام غادي كي وفي عضي يصلي اللي يدير كعبة قد قد صلي لهواها على اليمين صلاته باطلة، خاطر الكعبة يغزر الهوى. كيفاش أنت تغزر الهوى وتصلي على يمينها تقبل على يمينها ولا على يسارها؟ لابد تقبلها قد وهك. علاش اللي يبدأ يصلي وحدة الكعبة يزم يعملوا دوره، فهمت؟ ما ينجموش يصليوا صف مستقيم. إذا صليوا صف مستقيم كانك العشرة ولا الخمستاش اللي مقبلين الحيط بتاع الكعبة، هكا اللي مقبلين الهواء منه صليتهم باطلة. هكا علاش وقت اللي تبدأ حذاها ومقابلتك لابد تقبل لها، وإذا كان لابد تقبل لها تولي صلي الدائرات، تنجم تصلي حتى مقابل إمامك اللي يصلي بيك. الإمام مثلا حذا الباب بتاع البيت وانت في الركن اليماني تلقى روحك مقبل الإمام، بيناتكم الكعبة هو مقبل هكا وانت مقبل هكا خاطر الكعبة هي هنا، تبدأ الساعات مقبل لإمامك وتسمى مقبل القبلة وصلته هو صحيحة وصلتك انت صحيحة، رامله مقبل المشرق وانت مقبل المغرب والاخر مقبل الجنوب والاخر مقبل الشمال، هو الكل حول الكعبة والكل صلاته صحيحة. علاش؟ خاطر كلهم مقبلين الكعبة، ما لأنه هو اللي يزم يقبل عين الكعبة اللي يبدأ يراها ولا يعرف بقعتها بالضبط وين، قريب لها حتى كيلومتر لكن يعرف بقعتها بالضبط. خاطر غادي كيف في مكة وين تمشي يعطيوك توجيه الكعبة حتى تبدأ على عرفات، فما علامة عم يقولك هذا اتجاه الكعبة، لابد تمشي بعك الاتجاه هذا كي تحرف هكا ولا هكا فصلت تبطل. خاطر احنا كنا ده بعيد مئات الكيلومترات ما نجموش نعرف عين قد هي، مثلا عرضها 20 متر ولا حتى 30 متر وانت بعيد عليها 1000 كيلومتر، يستحيل باش نجم تجيبها قد قد الا بعض اشخاص يجيبوها قد قد وما يعرفوش حتى على رواحهم يجيبوها قد قد. هك على شي يولي ما بين المشرق والمغرب الكل قبله، الكعبه كيما هكا مثلا اللي حذاها هاني يصلي يقبل له وهذا هاني يقبل له وهذا هاني يقبل له، لكن اللي بعيد هنا اذا ما عرفش السيمه نتاعها قد قد حتى جهتها تكفي حتى يلقى يبدا مقبل هكا ما يسالش، يبدا مقبل هكا ما يسالش خاطر ما يعرفش على روحه. انت وقت القبلة قبله انت مقابل الكعبه قد قد ولا مقابل هواها على اليمين ولا مقابل هواها على اليسار، هذاك يولي مسموح به خاطر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحنا ما نصليو صفوف مستقيمه، انت في كل صف مستقيم مش تلقى مثلا 20 واحد برك مقابلين الكعبه والاخرين مقابلين هواها على اليمين والقبلين، لكن صح للكل خاطر حتى حد ما يعرف روحه هو المصيب قد قد ولا مع جنبه لا ولا بكلهم ماشيين بالظن. نقول انا اظن اني مادام قبل مادام قالوا لي الكعبه هي جهه الجنوب عندنا في تونس الكعبه للجنوب، مادام مقبل سوق الاثنين هذيك مادام تبدا غادي كيحضر البوسطه مادام مقبل بدي الجامع الكبير هذيك القبله، انا عارفين القبله هالجهه هذي، لكن هكا قد قد ولا هكا قد قد ولا هكا قد قد صعيب باش تطلعها بالضبط. ولهذا تسامح الشرع في المسألة هذه، يعني اللي يبدأ بعيد عليها تكفي جهتها مش عينها، أما اللي يبدأ قريب لها عينها. فهمتوا تو المسألة هذه؟ لو كان واحد يطلع بقمر صناعي تو يرى اللي يصليوا الكل عاملين دائرات
كيما وقت اللي ترمي حجره في الماء ما تعمل دوره اولى ودوره اخرى اكبر منها ودوره اخرى اكبر منها ودوره اخرى. لو كان من يطلع في صاروخ مثلا يطلع 1000 كيلومتر على الارض حتى يولي الارض الكل يراها دايره هكا وكان يكبر الناس اللي قاعدين يصليوا تراهم الكل دايرات دايرات كيما مش البحر دايرات دايرات تقول سبحان الله سبحان الله من المنظر ما سمحوا. وتراه انت وقت تبدا حدا الكعبه وتطلع للطاق الفوقاني وترى الناس كيفاش دايرين بالكعبه من كل جهه تقول سبحان الله كي مشهد محسن ومجمله يعني. علاش اللي يمشي غادي كاين يعني الاسلام يدخل قلبه اكثر كيف يراك الجمال تاع الناس كل تركع مع بعضها والناس كل تزود مع بعضها راهو منظر جميل 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 يزيد يحبك في الصلاة ويحبك في الإسلام ويحبك في الدين وكلهم لابسين الأبيض. ولا تقابل مثلا تطلع الطاق الفوقاني وترى كنساء كان لابسين خمار أحمر كنساء لابسين كان وردة كنساء لابسين خمار أخضر وردة أخرى جميلة يعني ترى كان ورود قاعدة تدور حول الكعبة راهو فما ناس يطلعوا كان باش يتفرجوا عليك الجمال متاع الطواف. أي رانا الشعور اللي نشعر به وقوة الإيمان نشعر بها وإحنا نراو الناس كي يطوفوا حول الكعبة باك اللباس الابيض وباك الباقات المتلونه يعني نتاع نساء كل مجموعه خمارها من نوع ترى كان ورود تطوف حول الكعبه راه جمال كبير يعني كما يقولوا سر رباني كبير. وهاك علاش هو اول انسان اول ما يرى الكعبه يبكي تعرفوا هذا ولا ما عادش يملك دموع حتى كان يكون قلبه قاس في المفارقه تبكي تبكي علاش انت في الكار قال لان تبكي تبكي لان الكعب هذيك نفسها تخرج منها طاقه ايمانيه شيء كبير والله. طاقه ايمانيه كالطاقه الايمانيه تاثر في القلب هاك علاش يعني هذه حكمه ربي حكمة. كل مخلوق عنده طاقه سواء كان انسان ولا حيوان ولا جماد فما الطاقه الايجابيه اللي هي تأثر في القلب وتبكي الإنسان طاقة متاع رحمة وفما الطاقة السلبية كما الطاقة اللي تخرج من الشيطان طاقة تخرج من إنسان عاصي من إنسان حقود من إنسان قلبه مشوم هاك علاش العين متاعه تأثر تأثير سلبي خاطر تخرج منه طاقة سلبية ولا تخرج من عينيه طاقة إيجابية قلت تبارك الله ما شاء الله تولي الطاقة اللي تخرج من عينيه طاقة إيجابية تفيد وش الضر تزيدك إيمان يعني. ولهذا تقول كيف ترى مثلا أهل العلم ولا ترى شيخ من مشايخ العلم ولا إنسان صالح يزيدك طاقة إيمانية يزيد يحبك في الدين يقول لك صاحب من إذا رأيته ذكرك بالله يقول لك صاحب اللي كيف تراه يذكرك بالله سبحانه وتعالى خاطر تخرج منه طاقة إيمانية وك علاش تلقى وجهه منور يعني اللي يبدأ طايع لله تلقى النور ظاهر في وجهه واللي يبدأ مجرم تلقى وجهه مكشر كذا يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة يعني كما الشمس ضاحكة مسفرة ووجوه يومين عليها غبرة أزرق أكحل يعني بحيث تراه تترعب قال كيك يوم القيامة أعمال الإنسان متاع الدنيا تظهر على وجهه كان أعماله صالحة يجي وجهه منور كان أعماله طالحة يجي وجهه أسود والعياذ بالله أزرق زرق يعني هذاك هو حتى في الدنيا حتى في الدنيا ترى الوجه الباهي اللي تستبشر ليه وترى الوجه اللي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان اعماله تدل عليه ولا في القلب يظهر على الوجه واللسان ترجمه للقلب اللي قلبه باهي كلامه طيب هيك كلامه كل صدقات الكلمه الطيبه صدقه ولا قلبه مشوم تلقى كلامه مشوم كيف كيف يلغزك بالكلمه ويحرك بها شفتوا سيماهم في وجوههم يعني كل حد اللي في قلبه يظهر على وجهه اللي قلبه طيب تلقى وجهه متنور تقول والله كيف الراه قلبي ينشرح يعني ينشرح وفما انسان كيف الراه قلبي ينقبض الله تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذيك لان الوجود دل على القلوب واللسان زاد ترجمان القلب اللسان الباهي دليل قول قلبه باهي واللسان المشوم كيفاش هذا يعمل؟ كيفاش هذا كذا؟ كيفاش هذا يفوتني؟ كيفاش هذا خير مني؟ وش بيا كذا؟ وش بيا ولده نجح وولدي ما نجح؟ هذا قلب مشوم هذا كلي عين هذا يعني تخرج حتى من عينه طاقة سلبية ألا كيف الريون لازير تضرب في الإنسان تدخل مع الشرور الكل يعني. آمين ربي يحفظنا. أي برا واصل. إذا كان الانحراف شديد قبله هو يصلي وحده باهي اسمعوني مليح فما فرق بين الضرير وبين المبصر بين اللي راه وبين اللي ما يراش
بالنسبه للانسان يراه اذا كان الانحراف يسير قال ميل شويه على اليمين ولا شيء ما يقصش على الصلاه، يعمل لك الميل هذاك ويواصل صلاته. اذا كان ضرير اعمى يبداش حتى مقبل شرقي ولا مقبل غربي، قالوا يودي راك مشرق ولا مغرب، ما يقصش على الصلاه، يرجع ليستوي القبله وصلاته صحيحه، خاطره معذور، خاطره ما عندوش عوينات اللي نجم يميز بها بين القبله وغير القبله. هذاك حتى منحرف برشا، كي يقول راك منحرف برشا ميل على اليسار، اي كيك هاني كيك القبله، هذاك يواصل صلاته. اما المبصر اللي راه بعوينات كان الانحراف يسير يواصل صلاته، يسوي روح يواصل صلاته، وكان الانحراف كثير مشرق طول ولا مغرب طول ولا عاطي ظهره قبله، هذاك تبطل صلاته، هذاك يقطع ويعاود من جديد بعد ما يستوي لجهه القبله. سي نعم. في تحويل القبله ما في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما بدلوش، ما قاسوش على صلاتهم، جيس بدلوا. يعطيكم الصحه، هذا يمزج القبلتين. مش نقول لكم على شنو حصل فيه، خاطر هو وقت نزلت الآية بتاع تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من نزلت الآيات هذه وقت نزلت وهو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقراها على 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 الناس، أول ما صلى ما عادش يصلي لجهة البيت المقدس، أول ما نزل صلى لجهة الكعبة، والناس اللي في بقايا أخرى مازالوا ما سمعوش، كما في قباء مثلا اهل قباء يصليوا غادي في قباء، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل المدينه دخل قباء ومسجد القبلتين وصلى فيهم قبل ما يبني حتى المسجد نتاعو، وبعد بنى المسجد نتاعو، ولا كل نهار سبت يمشي كل نهار سبت يرجع المسجد المسجد قباء هذا يصلي فيه ركعتين، وبين اللي يصلي فيه ركعتين كانوا عمل العمره. هك علاش احنا وقت نعملوا الزيارات في المدينه نحصوا على مسجد قباء قبل كل شيء، يعني باش نصلي فيه ركعتين باش نحصلوا اي اثواب عمره، ونتعدوا على مسجد القبلتين باش نتذكروا كيفاش تبدلت القبله وشنو وقع فيك المسجد. عاد هو الا صلى حدا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وهو يسكن في قباء، وقت اللي رجع لقباء كيف مر على المسجد يلقاهم مقابلين البيت المقدس، مازال ما جاهمش الخبر، قال يعني اشهد اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام. ولاش عمل الامام؟ عمل دوره كامله، ما كان يصلي مغادي، عمل دوره كامله وجا هنا وقبل هكا، وهما على بقعتهم داروا زاد، فسمي مسجد القبلتين لان صليت وحده هي الظهر، ما كانوا يطولوا راهو صليت. تعرفوا احنا صليتنا مختصره برشا بالنسبه لصلاه النبي، والدليل فما الصحابي قال مريت حدا المسجد اقيمت الصلاه للظهر، قال مشيت حتى للبقيع باش نقص الماء كيما نقول بقعه بعيده، قالوا توضيت ورجعت وخلطت على الركعه الاولى. هذا كل النبي صلى الله عليه وسلم ما ركعش في الركعه الاولى، يعني كان يطولوا الصلاه، يعني مثلا نقولوا في صلاه الظهر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرا بسوره ياسين مثلا ولا بسوره حتى الكهف كامله في صلاه الظهر، خاطر يستحب الاطاله في الظهر الصبح والتوسط في العشاء وقصر الباقيين العصر والمغرب. عاد الراجل هذايا هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى هاني يجي 5 كيلومتر ولا 4 ولا قداش، ولقى جماعه مازالوا يصليوا في الظهر لكن لجهه بيت المقدس، يعني مازال ما لحقهمش الخبر نتاع القبله الجديده. قال لهم اشهد راني صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم للكعبه، كانوا فاستقبلوا الكعبه، ما قصوش على الصلاه، الامام عمل دوره هكا وقبل وهما على بقعتهم في الصفوف، سواء اذا كانوا يصليوا وراهم نساء برك هكما داروا باش يجيو في الصف الاخر، وكملوا الصلاه لجهه القبله، فسمي المسجد القبلتين لان في صلاه واحده صلوا الجهتين، اول صلاه الظهر جات البيت المقدس واخر صلاه الظهر جات الكعبه، هذاك يعني علاش سمي مسجد القبلتين، باش اللي يمشي ويزوروا يفهم الوضعيه، علاش مسجد القبله؟ يقولوا كان فما قبلتين، هي قبله واحده، لكن هو ما خلط لهمش الخبر اللي تبدل الاولى، واش صار صلاه القبله جديده. اي سنه من الهجره؟ وقعد اليهود، استنى نكمل هذه، اليهود استغلوا هذه، ما يحبوا يدخلوا النعره هكا للمسلمين ويحبوا شكاهم في دينهم. اش قالوا اليهود؟ جاءوا من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء الى ربي سبحانه وتعالى، هو امرهم بالقبله الاولى وصلوا لها وصلاتهم مقبوله، وامرهم بالقبله الثانيه وصلوا لها وصلاتهم مقبوله، ما لا اقعدوا يا يهود راهو الاتهام اللي عملتوه اتهام باطل يرجع كان عليكم انتم بالضرر.
وهذاك علاش فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني حتى اللي ما يقدرش على استقبال القبلة ولا ناسي ولا عاجز وين يتوجه ما يسالش، ما ينجموش يجيو اليهود ويشكوه. عاد هما جاوا الصحابه شكاو للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اليهود قالوا لنا برا عاودوا مال صلاتكم الاولى اذا كانت صلاتكم هذه هي الصحيحه. قال ربي نزل ايه وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم القديمه لبيت المقدس مش يضيع حالكم هذيك صحيحه خاطر ربي امركم من الاول باش تتوجهوا الفم فصلاتكم صحيحه وتو ربي امركم باش تتوجهوا للقبله هذه فصلاتكم صحيحه ماديكم طايعين لله في الاولى وطايعين لله في الثانيه صلاتكم الاولى صحيحه وصلاتكم الثانيه واليهود يكذبوا عليكم يحبوا يشككوا في دينكم وديما عداء الاسلام يحبوا يشكونا في ديننا في كل وقت هما كانوا يعملوا كل الخلافات هذا سني وهذا شيعي وهذا كذا وهذا ما نعرفش في العقيده هذا وهابي وهذا كذا وهذا كذا وهذا اشعري هذا الكل عاملينهم اعداء الاسلام باش يجعل في عض نتلهاو بهم هما ونجاهدهم نوليو نجاهدوا في بعضنا انا ضدك انت كافر انت فاسق انت كذا انت كذا هذا الكل يعملوا اعداء الاسلام هم من الاول هم من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يحاولوا كيش يشكوا حتى الصحابه ساعات يدخلوا بعضهم قال لهم يمشوا يشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هو قالوا لنا كلامهم صحيح قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم مش صحيح عملوا بما قال لكم ربي وما تخافوش ديما التشكيك وجيه والفتن موجوده انهم الا فهموا تو أهل فلسطين هم اللي فهموا الحقيقة يعني ولهذا اللي قاعدين يعاونوهم حتى بالأسلحة وكذا ينجم يكونوا هم سنة حتى شيعة ومع ذلك هم متعاونين ضد اليهود قال يزم المسلمين كل يكون كيكا متعاونين ويعذروا بعض في بعض خلافات جزئية يختلفوا فيها هذا كأمر إلى الله سبحانه وتعالى خاطر نجم نختلف فيني وياك في أمر ما نعرفش على روحي ان درياني هو الصحيح ولا انت الصحيح ما دام تبعين علماء مجتهدين نسموا بكلنا صحاح ما يلزمش نطعنوا بعضنا نقول اني صلاتي اصح وانت صلاتك باطله وانت كذا هالكلام هذا ما يلزمش يتقال على الاقل اجر وهو اجر الاجتهاد وما يبطلوش ربي العمل نتاعو خاطر النيه نتاعو يحب يوصل لحكم ربي سواء وصل ولا ما وصلوش ما دام هو من اهل العلم هو يعني العمل نتاعو صحيح ولا متبعين زاد العمل نتاعهم صحيح لان من تبع عالما مجتهدا لقي الله سالما تبع الامام مالك تلقى ربي تلقى روحك سالم تبع الامام ابو حنيفه تلقى روحك سالم تبع الامام احمد بن محمد تلقى روحك سالم علاش خاطر علماء مجتهدين ويبذلوا قصارى جهدهم باش يوصل حكم ربي سبحانه وتعالى سواء وصل ولا ما وصلش خاطر ساعات صعيب باش تعرف حكم ربي بالضبط انه ندرى هذا ولا هذا هكا علاش يعني كيف يبدا من اهل العلم ويجتهد فالعمل نتاعو صحيح ولا تبعو زادو قلدو التقليد نتاعو صحيح باهي يا سيدي بربي انتمت سؤالي معناها ما نجموش نقيسوا على نحو القبلتين على الانسان الناسي القاء العاجز عن معناها استقبال القبله وانحرف انحراف شديد من ما تبطلش صلاته نعطيكم مثال ما مانع لو نفرض يعني واحد عندك في الدار مسكين ما نجمش يتحرك لما يحركوه نفرض على سرير هو ما نجمش ما عندوش القدره حتى باش يدور هكا ولا باش يدور هكا الا ما يجيو زوز من الناس ويقبلوه وسيدي وجاء وقت الصلاه وحذاه حيره التيمم ومحذاه حتى حد لا زوجته ولا وليداته كذا وقت الصلاه مش يخرج قال لي نجم يتيمم ويصلي رغم اللي يعرف روحه ماهوش يصلي جهه القبله وصلاته صحيحه علاش؟ لانه عاجز وإحنا قلنا استقبال القبلة واجب مع ذكر القدرة ساقط مع العجز والنسيان هذاك يكون صلاته صحيحة مش كيف اللي صلى القبلة متعمد وهو نجم صلى الغير القبلة متعمد وهو نجم يصلي القبلة هذاك تبطل صلاته خاطر قادر ومع ذلك خالف اللي يبدأ قادر ويخالف تبطل صلاته لكن اللي يبدأ عاجز ويعرف روحه ما هوش يصلي غير القبلة لكن عاجز قل يا ربي هكا لا نقدر يعني وكان نجم نتحول تو نتحول هذاك ربي يعذره لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف إلا بمقدور نعم سيدي كون يكون عاجز أنه ما يعرفش القبلة فين ولكن صلى بانحراف شديد أنتم قلتم أنه تبطل الصلاة نتاعو لا إذا كان قالوا في أثناء الصلاة تبطل خاطر ما نقيسوش على لا ما نقيسوا ما تولي الحاجة مقبولة مع العجز ولا النسيان إلا إذا كان ذكر بعد ما أدى الصلاة إلا كان فاق بالغلطة بعد ما أدى الصلاة هذاك الصلاة صحيح أما إذا كان الوقت مزيان نقولوا عاود على جهة الاستحباب مش على جهة الوجوب على جهة الاستحباب أما إذا كان يعني هو ما عندوش عجز وعارف القبلة منين ومع ذلك
انحرف انحراف كبير ولا صلى الغير قبل فصلته غير صحيحة، سكون تفكر في أثناء الصلاة ولا حتى بعد الصلاة فعليه الإعادة أبدا، كل هذا كيعيد أبدا. نعم به واصل. عن ستر العورة نقول ستر العورة، ستر العورة بنفس الحكم واجب مع الذكر والقدرة ساق مع العجز والنسيان. ها باش نعطيكم جماعة صلوا عرية خلاص وصلتهم صحيحة، ها عرية خلاص وصلوا جماعة زاد بإمامه وصلتهم صحيحة وجماعتهم مقبولة و27 درجة. قال هاو عندنا في تونس في السجن مثلا، يعطيك الصحة في السجن فما جماعة حبوا ينتقموا منهم وقبل كانوا ينتقموا هناك الإسلاميين برشا كان شيء كبير يعني كما يقولوا مادام مدين وكذا أحكام خاصة يعني وكذا في وقتك في وقتك الرؤساء المشومين به جماعة القوم مثلا يصليوا في البيت جماعة حكم عليهم بالسيلون وباش يتشمتوا فيهم دخلهم عري عري خلاص يعني كما نقول هم مصلين وجاء وقت الصلاة قالوا يعني ما عندهم إلا سبالك هو لا عندهم يفرش ولا عندهم وربما حتى القبلة ما يعرفوهاش فهموني به السيدي جاء وقت الصلاة يصلي وجماعة لكن الإمام ما يتقدمش عليهم يبدأ في وسطهم هان معورات علاش تتقبل صلاتهم وعارية خاطر مش قادرين لا على سطر الأورع عاجزين على سطر العورة فربي سبحانه وتعالى يقبل صلاتهم ولا وعارية خاطر عاجزين مش قادرين على السطر لكن الصلاة ما تسقطش عليهم هان يتوضا ويصلي أنا وتتقبل جماعتهم ويحصلوا 27 درجة يعني ولهذا ولا واحد مثلا تخلي يعوم حاطط بشات وتخلي يعوم مثلا في شورت كما نقول به وقت اللي طلع القائد بشات وتسرقوا هزوهم له هو في بقعة بعيدة ومثلا الشمس قريب تزرق عليه وما صاليش الصبح هو دخل توظى في البحر ومش يطلع يصلي الصبح مش يلبس بشات وما لقاهمش قال لي نجم يصلي كيكة حتى في شورت باش ما يفوتش الوقت وصلته صحيحة وصلته صحيح ومعليش إعادة زاد خاطر لأن عاجز هذاك وكان مش يقعد يمشي حتى يلقى باش يسرع وتزرق عليه السمج والصلاة لازم تكون في وقتها قال كيف يصلي في وقته هو مكشوف العورة خير ما اللي يصلي بعد الوقت هو مستور العورة هكا خاطر الوقت ينجم يحافظ عليه لكن الستر ما مش قادر عليه يولي هنا المحافظ على الوقت الصلاة أولى من الستر من يسر الصلاة من يسر الدين لأن ربي سبحانه وتعالى جعل الدين يسر ما يكلفكش حاجة ما تقدرش عليها ما تقولش ما ليش مصلي خاطر عندي شرط مش متوفر هذا لا يجوز باش الإنسان يترك الصلاة فما برشا هم مش يتركوا الصلاة خاطر عندهم السلس وهذا برشا ما يعرفوش يقول لك يعني تولي بولي دي ما يقطر إيش من صلاة هذه كيفاش مش نصلي واني بولي يقطر هذه صلاة تو ما يعرفش إلا يعني كيف يبدأ الإنسان عنده سلس ولي السلس هذاك كثر ومش قادر على إزالته حتى وكان يتوضى بعد وضوء باقي قطر حتى وكان يصلي في أثناء صلاة باقي قطر يقول إني أنا عربي تو عذرني نعش مش نصلي أكثر كيفاش مش نصلي واني بولي قطر ما نعرفوا البول يبطل الصلاة نقولوا لا أنت عندك عذر خاص السلس إذا كان كثر يولي معاش ناقض منه وقت الوضوء مثلا بوله ديما يقطر بولك هذاك ما عادش ينقض الوضوء نقط الريح صحيح يتنقض الوضوء نعست يتنقض الوضوء اما اكل العذر هذاك نتاعك لما تقدرش على ازالته هذاك ما يبطلكش الوضوء يولي السلس الكثير السلس الكثير لا يبطل الوضوء فما اللي عنده سلس في الريح ديما يطلق الريح يولي يطلق الريح ما يبطلوش الوضوء فما اللي عنده سلس في المذي ديما يخرج منه المذي ديما يخرج منه المذي حتى من غير لذه ومن غير شهوه وكذا المذي هذاك يولي معاش يبطل له الصلاة وهكذا مرأة عندها بعد ما جاء الحيض جاك الاستحاضة ساعات تقعد الشهر كل يجري على ما يبطلهاش الصلاة تتوضى حتى يجري في أثناء الصلاة فصلتها صحيح هذا يعني الحاجة اللي معاش تقدر على ضبطها تولي ما تنقضلكش الوضوء والصلاة مطلوبة من كل مؤمن مهما كان عذره تولي فما أعذار مقبولة فما أعذار
يعني اللي تولي ربي سبحانه وتعالى يقبل صلاتك رغمك العذر هذاك اللي غيرك يبطل له صلاة، لكن انت ما يبطلك الصلاة خاطرك ما تقدرش على إزالته. ربي يحاسبك بالحاجة اللي تقدر عليها وما يحاسبك بالحاجة اللي ما تقدرش عليها واللي هي فوق طاقتك. هذا هكا علاش نقول السلسل الكثير مبطل الوضوء، اما كي هذا قليل يجي مريره في النهار ولا مريرتين وينجم يزيلوا هذا كيولي مبطل الوضوء. بلا شكرا في استقبال القبله واجب مع ذكر القدره سياق مع العجز والنسيان، ستر العوره واجب مع ذكر القدره سياق مع العجز والنسيان. به بربي بالنسبه للمراه عندها العوره المغلظه والعوره المخفه، اذا صليت عورتها المخفه مكشوفه فصلاتها صحيحه، لكن تعيد في الوقت اذا كانت فطنت بعد الصلاه تفطنت على رجليها عري مثلا ولا شيء من شعرها. الصلاه صحيحه هذه ولا شيء من شعرها ولا حتى شعرها الكل مثلا تحت المحرمه في اثناء الصلاه وكذا، فهذه عوره مخفه ما تبطلش الصلاه، الصلاه صحيحه، لكن يقولوا اذا كان مازال الوقت الاحسن ان تغطي روحها يعني وتعاود الصلاه، واذا حتى ما عاودت الصلاه فصلاتها مبدئيا صحيحه. اما اذا كان العوره مغلظه هو مش مبين العوره المغلظه بالنسبه للمراه. هبطت المحرمه رجعت تهز تحت الحاجة تنجم تهز وتغطي، معليش معليش حرج فيك اللحظة اللي تكشف. لو تعمدت الأجر نتاعها ينقص أما لا تنقص، إذا كان مخفة. أي إذا كان ولو صلت متعمدة ما تشوف تعورة مخففة فصلته صحيحة، لكن تكون آثمة في العمد، في الأثم في العمد تكون آثمة خاطر خالص. ليه؟ هذا هو. باهي. حاجة أخرى باش نبينوا شنو الفرق بين العورة المخففة بالنسبة للمرأة والمشرقة. باهي المخففة شعرها مثلا وذانها وعنقها وشوية من صدرها قبل أربع صوابع أعلى صدرها هذاك. باهي وذوارعها من المرفق لهنا هذا مخفف، هذا مخفف، ورجلها من الركبة اللوطة هذاك الكل مخفف، وبقية بدانها الكل عورة مغلظة. لو كانت صليت متعمدة العورة المغلظة حتى إن شاء الله حتى قد أفر فصليتها تبطل. أما إذا كان صليت متعمدة ما شفت بعض العورة المخففة فصليتها مبدئيا صحيحة، لكن نقول يستحب أن تستر الراحة وتعود الصلاة إلى الوقت ما خرج. نعم باهي أسمعوا الرجلين حاجة من اثنين، يا إما عندها روبة طويلة وقت اللي تسجد حتى الروبة مغطية رجليها هذيك مش مطلوب منها الكلاس، أما إن كانت مطلوب الكلاس مثلا روبتها حد الكعبة مثلا وكذا وقت اللي هي مش تسجد رجليها عارين ظاهرين هذا كيولي تعمل كلاس ولا تعمل أي حاجة باش تستر رجليها وحتى تبدأ الدنيا تصير تقول لك ما الكلاس تفددني تعملوا لأجل صلاة فقط هي صارت ما يدرج من زمان تلبسهم تأدي صلاة وبعد تحياهم في دارها هي تكون شاف. سيدي إذا كان هي تصلي وظهر شيء من العورة المغلظة ليس أنت قلت أنه عمدا إذا كان ظهر شيء ماشي متعمدة في ساعة ترجع تستر ما عليها شيء اللي تكشف شيء من عورته ولكن بسرعة في ساعة غطى روحه ما ينجم ينجم يواصل صلاته، أما إذا كان قاعد كيكة حتى يكمل صلاة هذا كيولي يعاود. باهي شنو آخر؟ عن وطهارة الخبث يعني إزالة النجاسة واجمع الذكر والقدرة ساق مع هذوما ثلاث حاجات تتفكرها استقبال القبلة وسطر العورة وطهارة الخبث يعني إزالة النجاسة، هذوما وقت اللي تبدا قادر ومتفكر ماكش ناسي وتخالف راهي صلي تبطل، أما إذا كان صليت ناسي حاجة من الحوايج هذوما حلين تمت الصلاة ولا عاجز ما تنجمش تقوم بهالشيء العاجز فصلاتك صحيحة. تبقى اذا كان يعني الوقت مازال فيه متسع الاحسن وانت تنجم تتلافى هاك النقص تتلافاه وتعاود الصلاه ما كانش الصلاه صحيحه. نعم سيدي مثلا في الدار تصلي وحدها ولابسه مثلا خلعوا شورت ولبسه روبة الصلاه من فوق روبة الصلاه شفافه شويه روبة الصلاه شفافه شويه ولبسه خلعه معناها تولي عوره مغلظه تولي لو كان لبسه مثلا لبسه خلعه بحيث جزء من عوره مغلظه بقاب ولبسه فوق روبه شفافه بحيث يظهر البدن من وراء هذيك ما تكفيش عندك شنو الصفه نتاع الثوب؟ قال ما يكونش يوصف ما يكونش يشف مش مقبول الثوب اللي يوصف مش باهي بحيث تبدا ثدييها مقابلين ولا فخاضها مقابلين ولا خاصة مقعدها مقابلين
تطلع الشارع كيك من يعلي حرام اصلا يعني. لان تلقى تغري بك بك الضيق نتاع اللبس نتاعها تغري يكون يعني فما اغراء هذاك علاش يلزم يعني وقت اللي يراها الرجل في الشارع ما يراش اي شيء من بدنها مكيف لان هذاك يجلب النظر فهمت ولهذا ثوب المرأة ما يكونش شفاف وما يكونش واصف ما يكونش ضيق وما يكونش رهيف يوري اللي تحته هذا هذا الشرط في الثوب وما يكونش ثوب شهرة شنو ثوب شهرة أكلة تلبس لباس ما لبسه حتى حد باش تجلب الأنظار ليها زاد كيف كيف لأن المرأة المفروض تصرف الأنظار عليها ولا تجلب أنظار الرجال ليها قال المفروض تصرف تبدأ لابسة كنا يلبسوا الناس ما تجيبش نظر أنا كيف تجيب ثوب شهرة يعني مزين برشة ومبرقش برشة وكذا إلى درجة الناس كل يبدو شوف هذه ش لابسة ماشي كيف الناس شوف ش لابسة يولي مستجلب نظر ليها حرام عليها في جلب نظر الأنظار ليها خاصة أنظار الرجال نعم هي كل الالوان القبيحه كما نقولوا كل الالوان كل تجلب وي خاطر فما اللي يحب ديما مع الموضه جديده شنو بدا به يبدا متميز ويبدا يجلب انظار لي وشوف هذا ايش لابس وشوف هذه الموضه جديده هذه الموضه نتاع ما نعرفش 2024 الى غير ذلك اللي تلبس اللي بيش هذا يقول لي حرام عليه في جلب الانظار حرام عليه جلب ولو كونك الثوب مكسي وكذا وستر لها عورتها وكل لكن ما لا اسمه ثلاث حاجات مني عليه الثوب اللي يوصف والثوب الشفاف الرهيف اللي ما يدرقش اللي تحته والثوب بتاع الشهرة بتاع يا ناس اغذروا لي راني متميز على الناس الكل هذا ما يجيش في الإسلام مع عنا التواضع مع الناس حب الشهرة وحب الظهور حب الظهور يقسم الظهور يقول لي كمان لي أنا خذينا شروط الصحة بعد كم مش تأخذ الكتاب تاعك وتا مش تلقاو هذا الكل مفصل يعني بحيث لا ما تحتاجوش باش تكتبوا لان كي واحد يبدا في نفس الوقت يكتب ويسمع يضيع اما يضيع السامع ولا يضيع الكتيب ولهذا يكون انا الشرح هذا كيف فهمكم ويبدا الكتاب عندكم على طول العام بحيث اي حاجه تحبوا تراجعها تلقاوها في الكتاب ومزينه وبالالوان وواضحه بالقدا تو هاني صفحه واحده فيها كل اللي لقيناه كان تحبوا حضروا حتى من تو القائمه قداش يلزمكم من كتاب ها عد شكون تحب على كتاب انا مش نجيب على على عدد اللي طلبوا مني حتى ولو ما تعملش قائمه قل لهم ارفعوا ايديكم اللي يحب كتاب وعدهم تو ها اللي يحب كتاب 7000 مش غالي 7000 7000 ما يجيبوش كيلو حوت حتى ب 20000 وراهم يطبعوا فيه من غير ربح يعني من باب نشر العلم وبرا ما تطلع قد تكاليف 20 يا زهره وبرا حجب 20 جيب 20 وبرا اخرين نحضر لكم 20 حتى يتوزعوا 15 يجيوا اخرين يشريوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولش الدرس هنا مبارك أكثر من البلد ملك كنا والله سيد عصليت به إن شاء الله سيد حسيت يا أخي حطيني شعبت هيك براحة إن شاء الله حسينا به برش سيدي والله لا الصحة والعافية الله يبارك فيكم يا الله يلقى شكون يحب العلم وشكون متفاهم نتشجع عيني نفسي نتشجع